يا استاذ علاء، السلام عليكم يا علاء، ومبروك الفوز على سيراميكا. الله يخليك يا استاذ عبد الناصر، وعليكم السلام وتحياتي لحضرتك ولحضرات الساده المشاهدين جميعا. يعني سريعا كده يا علاء، ماذا حدث بعد المباراه وقالوا ايه؟ هو بس عايز اتكلم في حاجه مهمه جدا في المباراه. هدف احمد محسن بتاع سيراميكا لو ما كانش دخل المرمى كان غير مجرى المباراه. ليه؟ لان محمد ابو جبل صد الكوره بايده من بره ضربه الجزاء. الكوره دي لو ما راحتش في المرمى كان محمد ابو جبل اتطرد. لو ما دخلتش المرمى كوره احمد محسن كان محمد ابو جبل اتطرد وكان الزمالك لعب 10. دي حقيقه. لكن دخول الكوره دي المرمى ساعدت ان ابو جبل يكمل المباراه مع الزمالك، وخلت الزمالك 11 لاعب في الملعب. تمام. دي حاجه مهمه عايز اتكلم فيها. طبعا ضربه الجزاء من وجهه نظري ضربه جزاء سليمه 100%، وانا شايف ان عامر خسر سيراميكا امام الاهلي وخسر سيراميكا امام الزمالك، وانه حارس متهور اتطرد امام الاهلي وخرج في كوره ملهاش اي داعي بمنتهى العنف برجلين اتنين، والرجلين اللي مش عاليه، رجلين اللي تحت اللمسه الارض هي اللي عمل بيها الفاول او هي اللي احتك بيها زيزو. حارس متهور جدا جدا جدا، وخسر سيراميكا السنه دي بنقط كتيره. ونصيحه للكابتن هيثم شعبان، لازم يشوف له حارس مرمى متزن عن عامر، لازم يشوف له حارس مرمى متزن عن عامر عامر. طبعا سيراميكا عمل مباراه كبيره جدا جدا وكافح لاخر ثانيه، واكبر الزمالك نص الشوط الثاني كله انه يرجع بعد هدف زيزو يرجع في ال 18 بتاعته يدافع. هتقول لي الزمالك كان بيتحرز على 3 بوم؟ لا، سيراميكا كان ماسك الكوره ونقل كور كتيره وهدد مرمى ابو جبل وفضل مسيطر على المباراه لحد اخر دقيقة لما بدأ الزمالك يطلع من منطقته. تمام. طبعا لعيبة الزمالك احتفلوا في الملعب، لأن كده عندهم مباراتين بستة بون. مباراة الإنتاج يوم الثلاثاء لو فاز فيها الزمالك هيتوج رسميا ببطولة الدوري العام، لأنه بينه وبين النادي الأهلي 4 بون. تمام. طبعا كنترول عبر عن سعادته بصوره كبيره جدا عن الفوز، وقال لك المباراه كانت صعبه لان فريق سيراميكا معلوش ضغوط، لكن لعيبه الزمالك عندها ضغوط انها بتلعب على بطوله. فريق سيراميكا خلاص اطمن للبقاء في الدوري، بيعمل مستوى جيد، ما عندوش اي ضغوط، عشان كده لعيبته لعبوا بارتياحيه وقدموا مستوى فني جيد وظهروا بشكل طيب. قال لك لعيبه الزمالك مضغوطه عايزه 3 بونت، ده اللي خلى في بعض الفترات الزمالك ما ظهرش المستوى المأمول. طبعا هدف بن شرقي انقذ الزمالك لان الشوط الاولاني انتهى 1-1، لو هدف بن شرقي برضه ما تسجلش كانت المباراه دي هتصعب جدا، لكن كارتيرون قال لك ان بن شرقي استغل خبرته واحرز هدف التعادل للزمالك، وده ساعدنا ان احنا ندخل الشوط الثاني بدون ضغوط. ان احنا ندخل شوط تاني متعادلين غير لما ندخل واحنا متاخرين بهدف. طبعا مباراه الزمالك وسيراميكا قبل المباراه حصل ازمه كبيره جدا جدا في معسكر الفريق في السويس بين كارتيرون وجنش. تمام. سبب الازمه دي مدرب الحراس اوليفيرا البرازيلي. اوليفيرا البرازيلي وعد جنش انه بعد مباراه دجله هيرجع يلعب عادي بشكل طبيعي كحارس اساسي، لان طبعا لعب مباراه دجله ابو جبل. جه جنش اتفاجئ لما كاترون اعلن التشكيل ان ابو جبل هو الحارس، فراح يتكلم معاه فقال له ده مدرب الحراس، قال له انا المدير الفني، فشدوا مع بعض. راح كاترون واخد قرار بخروجه بره المباراه وكلم عواد في بيته، قال له تيجي السويس، يعني العين السخنه، كان الزمالك معسكر في العين السخنه، قال له تيجي على العين السخنه. راح رايح عواد ووصل على الملعب والفرقه بعد ما وصلت، وصل على الملعب والفرقه بعد ما وصلت. طبعا اللي ادعى الازمه وسبب الازمه هو اوليفيرا مدرب الحراس. انت مدرب حراس ما توعدش الحارس مين اللي يلعب، لان في بيت كوتش في مدير فني. فطبعا كان هو ده سبب الازمه، واعتقد ان جنش مش هيدخل مباراه الانتاج الحربي ولا مباراه البنك الاهلي، وهيستمر ابو جبل الحارس الاساسي للفريق، وهيستمر معاه محمد عواد بقيه المباريات المقبله. الزمالك دفع 81,000 يورو من مستحقات باتشيكو. طبعا انت حضرتك عارف ان كان كل شويه يخرج كلام عن خصم نقاط من الزمالك ومش خصم نقاط من الزمالك، طبعا الكلام ده كله غير موجود. الزمالك دفع المبلغ ده
وكده خلاص بيحل مشكلته مع مع باتسيكو. ظهر 10 اتحدد جلسه امبي عمليه مع الضلايع لمشكله اتشيمبونج، وده هيبقى لسه في شهر 10، وده مش حكم يا جماعه، دي جلسه استماع، يعني لسه الموضوع هيطول. الصحافه الجزائريه كتبت ان محمد بن خماسه لاعب ملقا الالباني، يا لاعب ملقا الاسباني، دخل حسابات الزمالك، بس هو فاضل له موسم واللاعب عايز يمشي. لكن انا تواصلت مع احد الزملاء اللي بيغطي الدوري الاسباني، قال لي ان ملقا مش هيفرط فيه ببلاش ولا هيسيبه يمشي ببلاش. ممكن يكون اللعيب معروض على الزمالك، لكن الموضوع مش هيبقى سهل وهيبقى مصروف في مبلغ كبير، فاعتقد الزمالك مش هيكمل في المفاوضات مع اللاعب ده. البنك الاهلي طلب شراء كريم بامبو، والزمالك بلغ البنك الاهلي عمل ايه بكره مع الاتحاد لسوق الزمالك بعد نهايه الدوري. في نصيحه من احد مدربين الزمالك الكبار وحسب على الاداره اللي بتدير النادي، اللجنه اللي بتدير النادي، وقال لهم ان كريم بامبو هو افضل بديل لاشرف بن شرقي. قال لهم اشرف بن شرقي لو ما جددش عقده البديل بتاعه افضل بديل ليه كريم بامبو. والمدرب الكبير ده طلب اداره الزمالك واللجنه اللي بتدير ان كريم بامبو يرجع الفرقه وما يتمش عرضه ويكون موجود الموسم اللي جاي، عشان بن شرقي لو ما جددش يكون بديله في الزمالك هو كريم بامبو. ومن وجهه نظره الفنيه شايف ان يعني سريعا يا جماعه، عشان في مباريات ما ينفعك فيها اللك والاك ولا الكلام في فنيات، هي 3 بونت خدهم الزمالك بضربه جزاء ظالمه وغير مستحقه اهداها طارق مجدي للزمالك، ولكن في النهايه مبروك لنادي الزمالك. انا بدي كل واحد حقه واقول كلمه الحق، وليكم شفتوا على امام قال لك ضربه جزاء مستحقه، هو حر يعني الراجل بيدافع عن فرقته وهو مسؤول عن بقيه الزمالك، ولكن رايي انها ضربه جزاء وهميه. كمان النادي الاهلي فاز 4-2 واستمر الدوري في الملعب، كل شيء وارد لغايه ما يبقى الفارق اكبر مما تبقى لو مباراه واحده، وقتها نقول مبروك رسميا، وان كان الزمالك اقترب بشكل كبير جدا جدا جدا.